موقف حصل لي خلاني اعلي دقيقه بسبق ال 800 في نهائي كاس العالم في 2015. الوقت ده كان عندي معتقدين ابشع واغرب من بعض، واعتقد موجودين عند معظم السباحين دلوقتي. اول حاجه كان عندي هوس بالادوات، تاني حاجه كنت فاكره ان انا كل ما اكل اقل كل ما ابقى اخف واسرع في الميه. لما اتاهلت في سباق ال 800 لبطوله كاس العالم قعدت ازن لهم في البيت ان انا عايزه مايو ديانا اللي نازل جديد، عشان انا نازله بطوله عالم ولازم انزل بمايو جديد. اول ما استلمت المايو ما كانش حاجه في دماغي غير ان انا معايا مايو جديد، مونو جديد، هنزل اعمل اللي ما اتعملش في السباق. نزلت عليت دقيقه بحالها في سباق ال 800. ليه؟ لان كان ساعتها التمرين بتاعي يمكن أسوأ ما يكون، لان انا كنت بخلص اطلع يغمى عليا يا اما بطلع من التمرين علشان انا دايخه، وده طبعا فضل مؤثر على ادائي لفتره طويله. عرفت بعدها ان اهم ثلاث حاجات في حياه سباح الزعانف هي الاكل والراحه والتمرين، وبعدهم بيجوا الادوات. بفكركم بخصم راس السنه 50% على متابعه الثلاث شهور ب 600 جنيه بدل 1200 لو حابين تنضموا لنا. ابعتوا لنا رساله.